اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين يا مولانا في زمرة الذاكرين اللهم يا من اكفت النطق بلا اله الا الله تقبل منا الايمان بلا اله الا الله اللهم يا من عصمت دماءنا واموالنا بلا اله الا الله عصم منا الايمان بلا اله الا الله اللهم يا من عرفتنا بفضل لا اله الا الله جعلنا من اهل لا اله الا الله اللهم اثبت علينا اللهم اهدنا بها وامتنا بها وجعلنا بها يا ارحم الراحمين اللهم اكسنا حلاوتها اللهم اكسنا حلاوتها اللهم اكسنا حلاوتها على نفس الوقت ربها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا في كل شر اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا وامسها يوم لقائها اللهم يا رب تقبل منا هذا الجلسه اجعلها خالصه في وجهك الكريم ومحبه في رسولك اللهم ببركه الصلاه عليه وعلى اله الفائزين وعلى حوله من الوالد الشاملين وعلى سنته وطاعته بالعاملين ولا تكن بيننا وبينه يوم القيامه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا لعلم رعايتك واخلقنا بسابق حمايتك وتولنا بسر ولايتك كما توليت انبيائك ورسلك وخاصه اهليك اللهم احفظ قلوبنا من الذل والعلن واحسن جوارحنا من الخير والفساد واسلك بنا مسالك المحبه والولاد انك لا تخلف الميعاد اللهم زدنا فيك تحت جواه واجعل حظنا منك حظا موفورا وارفع عنا حجاب الكاد مستورا واقبلنا اليك قبل الميسورا وزدنا لك بهجه مسرورا وزدنا لك بهجه مسرورا اللهم املا قلوبنا بك فلا يبقى فيها مكان لغيرك اللهم اتبع حرامنا اسقنا سقانا اذهب بالامانا هذا به الخير ولينا حتى ما الرجاء حتى من كل يد مخرجا سيد الحال المهم نستعين الله واحفظه اسمعنا الله يجمعنا خير الدائم ويجمعنا خير الدائم ما يجعلنا نستقبل منها هذا الاكرام ونتقبل منها الصدقه هذا جاي بكل خير يدافع عن كل شر الله يحميها الاموات ويتابع الاحياء والله بارك في صحته اللهم بارك في اهليه اللهم بارك فيما أنفقت عليه اللهم بارك له بما رزقته يا أكرم الأكرم يا رب العالمين الله يعطيه فوق ما يتمنى الله يعطيه فوق ما يتمنى إن شاء الله مشايخنا الله يقدس روحهم في الدين مع النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رحمه اللهم اجعل فيهما في الإسلام والمسلمين خير الجزاء الشيخ سيدي سعد اللهم اسعدنا به اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة اللهم بارك فيه اللهم زد في بلدي وعلي اللهم زد في بلدي وعلي الله يحفظنا فيه اللهم احفظنا فيه اللهم بارك لنا فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألنا شيوخه وطرقه الفقراء والسلطة المحلية الله يحفظ الجميع اللي شاكنا فاتحين الله يحفظ الجميع الله يحفظهم ويبارك فيهم الله يبلغ مقاصدهم الله يبلغ مقاصدهم مولانا عبد المنيس محمد السادس اللهم انصر مصر عزيز تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين اللهم سدد الخطى وحقق المسعى ووفقه لما تحب وترضى اللهم احفظه في حلمه وجهه اللهم قر عنه ولي عليه الجنة وليس عليه حسن وترفع بأهل استعمار راشد وخلص البلد الشريفة اللهم احفظ بلاد الابتدال ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسخاء بلاد المسلمين أجمعين اللهم احفظ بلاد الابتدال ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ودينا ودينا انتقل إلى قبلة الله اجعل من مرحمه اجعل من مرحومه اجعل من مغفورين له اليوم على قيد حياة اللهم أعنا على نبيهما وأعنا على أسرهما وارزقنا عطفهما وجرهما وإلى كل يد المسلمين جميعا أعنا بتربة حسنة اللهم ارمي تربة حسنة اللهم اشكر بك كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين يا رب